تعالوا بقى نروح على طول على مقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه روزان نصر اللي هتعرفنا مشكوره على اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي. يا روزان صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة متواجدة معاكم طبعا من نادي الأهلي فرع الجزيرة عشان أنقل لكم أكيد كل الأخبار المتعلقة سواء بكرة القدم أو الألعاب الأخرى أو كمان الأنشطة المختلفة. هنبدأ أكيد بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر. طبعا وبعد العودة من رحلة المغرب وحصول الفريق على راحة سلبية لمدة يومين، هيبدأ بقى النهاردة النادي الأهلي التحضيرات الأخيرة لمواجهة الهلال السوداني مع أول مران على ملعب التتش الذي بالفعل بدأ منذ قليل. ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بجوار الهلال السوداني والقطن الكاميروني وسان داونز الجنوب الإفريقي. من كرة القدم لرجال طائرة الأهلي والذي فاز أكيد على نادي الزمالك وتوج ببطولة كأس السوبر. توج الفريق الأول لكرة الطائرة الرجال بلقب بطولة السوبر المصري، وده طبعا بعد الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أشواط دون رد في المباراة اللي جمعت الفريقين في نهاية البطولة أمس. وجاءت أحداث المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم فيها طبعا نجوم النادي الأهلي عرض قوي جدا من بداية اللقاء حتى النهاية. طبعا بنبارك لهم وبنقول لهم ألف مبروك، وده طبعا يعني بعد نهاية المباراة كمان تسلموا لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري كأس البطولة في حضور نائب رئيس النادي العمري فاروق، لتعد طبعا هذه البطولة تاريخية نظرا لإقامتها أكيد لأول مرة في كرة الطائرة المصرية. من رجال الطائرة لرجال اليد واللي كمان بيحقق فوز على الجزيرة في كأس مصر، حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال فوز مهم على حساب فريق الجزيرة في اللقاء الذي أقيم بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر، وأقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وقدم خلالها الفريق مباراة قوية جدا كمان ونجح إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 39-22 ليتأهل الفريق للدور الثمانية ويكون طبعا على موعد مع فريق هيليوبوليس. كمان سيدات يد الأهلي بيفوز على نادي الجزيرة في الدوري المصري، واصل فريق سيدات يد الأهلي انتصاراته في المرحلة الثانية من دوري عمومي سيدات الكرة اليد، وتغلب الأهلي على الجزيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية ليتربع على القمة بالعلامة الكاملة. طبعا يعني أكيد كل الألعاب الأخرى بالنادي الأهلي بيوصلوا انتصاراتهم بشكل يعني إحنا فخورين جدا بهذه الانتصارات، ويا رب طبعا يفضلوا كده لآخر الموسم. وأخيرا بقى من الأنشطة المختلفة بالنادي الأهلي، تتشرف لجنة المرأة تحت إشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية أن تعلن عن ندوة علمية بعنوان الصحة تاج فوق رؤوسنا، وده طبعا هيكون في فرع نادي الأهلي مدينة نصر يوم الجمعة الموافق 17 فبراير في تمام الساعة الواحدة ظهرا في المبنى الاجتماعي. دي كانت كل الاخبار اللي معايا النهارده طبعا من هنا النادي الاهلي فرع الجزيره، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. احنا اللي بنشكرك على هذه التغطيه المتميزه كالعاده زميلتنا العزيزه روزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا ليكي.